سلاما يا إمام، كل يوم لك من رب الأنام، كل يوم لك تعلو قبة لمعاليها مراسيم تقام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قريب الرحمة، سابق النعمة، بديع الحكمة، نافذ القضاء، عظيم الكبرياء، الذي اصطفى أولياءه على جميع خلقه فأعلى قدرهم ورفع ذكرهم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي ضيوف الجوادين، الذي يأتيكم من تحت هذه القباب المنيرة لسيدي ومولاي موسى بن جعفر الكاظم ومحمد الجواد عليهما أفضل الصلاة والسلام. مشاهدين الكرام، نتمنى لكم أطيب الأوقات، فكونوا معنا. هذه الجنة لا جنة عاد، هذه جنة موسى والجواد، أزلفت للمؤمنين المتقين، فادخلوها بسلام آمنين. هي حصن وملاذ للعباد، هذه جنة موسى والجواد. السلام عليكم خالة. السلام ورحمة. تقبل حبيبتي. الله أعمالكم وزياركم. الله يتقبل منك، منا ومنك حبيبتي. تعرفوا بجنابكم الكريم يوم. أم علي. أهلا وسهلا بكم. من أي من الكاظم؟ من وين خالة؟ من موسى بن جعفر جواري باب الحوايج. هنيئا لكم. الله يسلمك. هذا توفيق أنه الإنسان يكون بجوار الإمامين سلام الله عليهم. الحمد لله، الحمد لله، توفيق من رب العالمين، وأحمد الله وشكر لأن جوارينا الموسى بن جعفر. سلام الله. فإحنا ما نقدر إلا نزور باب الحوايج. نعم. يعني إذا تأخرنا عليه ما أدري شن حسب روحنا، يعني رايح في شيء من عندنا. والحمد لله والشكر، الله وفقنا بالزيارة ذاك اليوم، وهم يعني خلينا غيرنا يزور. صدق إحنا ما زرنا. نعم. ورا الناس زرنا، صحيح إحنا سوينا مجال لغيرنا، يعني إحنا قريبين عليه الحمد لله. أحسنتي، بارك الله بكم. الحمد لله. بأخوانكم المؤمنين أنه جايين من مكان بعيد، وهم يعني بشوق لزيارة الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأنه أنتم بإمكانكم يعني المجيء في أي وقت. هنيئا لكم. الحمد لله، الحمد لله. شنو تحسين من تخدمين زوار الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، سواء الإمامين الكاظمين عليهم أفضل الصلاة والسلام أو سائر الأئمة الأطهار؟ شنو يعني بداخلك يكون من مشاعر وأنت مقدمة ولو شيء بسيط بسيط جدا بحقهم عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ والله يعني أنا أقول مقدمة خدمة سيدتي ومولاتي زينب عليها السلام، عليها أفضل الصلاة، وسيد ومولاي الحسين عليه السلام. والله يعني هيك ما أدري شو أقول لك، يعني من روحنا هيك على الله. نعم. إنه عندنا يعني إمكانية إمكانية كل شيء نسوي لهم. نعم، أحسنت. وكل ما نقدم لهم هو قليل. والله شيء قليل، والله شيء قليل بحقهم. لو نقدم أرواحنا إلا هو شيء قليل صحيح. بحقهم سلام الله والله عليهم. صحيح خالة، والله صحيح كلامك. بالعالمين ربي يحفظكم ويحفظ أولادكم إن شاء الله. أمر وعافية حبيبتي. عندك أولاد خالة؟ بلي. اليوم موضوع حلقتنا التمسك بأهل البيت سلام الله عليهم. إيش تشعرين من تتمسكين بأهل البيت سلام الله عليهم؟ وإحنا كل ما نتمسك نزداد توفيق، نزداد نجاح، نزداد علو شيء فشيء، كل ما نتمسك بهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. الحمد لله والشكر لله. ماذا تشعرين وأنتي تتمسكين بأهل البيت سلام الله عليهم؟ والله خالة يعني أنا أبسط شيء، أبسط شيء تقولين يعني عن نجاح الولد. نعم. إذا يعني مستحصية نجاحه، دائما نروح نشتكي عند موسى بن جعفر. سلام الله. فالله يوفقنا. هنيئا لكم. اي والله خالة. ذكرتي اولادك كبار ربي يحفظهم. بلي. لكن من هم صغار شلون علمتيهم يتمسكون؟ الحمد لله. باهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام. والله خالة. عندك طريقة تتبعيها وياهم؟ شلون انت تتصرفين وياهم وتسولفين وياهم؟ والله خالة كل شيء نحكي قدامهم على اهل البيت ومعجزاتهم. نعم. كل شيء نحكي عن الضحايا، شلون ضحوا بنفسهم، شلون يعني سووا نفسهم، شلون قتلوا بنفس سبيلنا، شلون هيك بسبيل الاسلام. والحمد لله والشكر ياخذون من عندنا موعظه وياخذون من عندنا حكي هواي الحمد لله ان شاء الله. وصاروا محبين، محبين وخدام للامام. خدام ان شاء الله. ان شاء الله تنظر لكم الزهراء والامام الحسين سلام الله عليه
ننظر للباكين عليه ومقيمين العزاء وهو أعلم بأسمائهم وأسماء آبائهم. الحمد لله الله منطينا موهبة وحرقة حرقة صحيح حرقة يعني بالمؤمن ذات روح صحيح حرارة الحسين نعم. حرقة ذات روح الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا هذه الحرارة تبقى إلى إن شاء الله ظهور صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المنتقم هو الذي يأخذ بثار الحسين سلام الله عليه. هسه أنا يوم يعني يوم من الأيام اروح عند كربلاء والله عبالك ما ادري ايش ضايع من عندي والله يا خاله الحمد لله والشكر لله الله يوفقنا ونزور دائما ان شاء الله ما طولنا عدلين ان شاء الله اي والله ربي يوفقكم هذه الزيارات تتكرر اي والله ويسجلوها انه يسجلوها ان اي إيه والله هاي اهم شيء يسجلوها انه ويقبلون يعني دعانا ويقبلون زيارتنا ان شاء الله كلها مقبوله ومسجله ان شاء الله عند الزهراء سلام الله عليها وسائر الأئمة الأطهار سلام الله عليها هنيئا لكم. شنو تحبين توجهين اليوم دعاء لكل مشاهدينا الكرام وأنت في حضرة الإمامين الكاظمين عليهم أفضل الصلاة والسلام بماذا تتوجهين لكل المؤمنين والمؤمنات بالدعاء إن شاء الله؟ والله أدعي الأمة محمد بالشفاء العاجل نعم. وأول شيء وخر هالغمة هاي من هالأمة والحمد لله ان شاء الله القبول رب العالمين القبول ان شاء الله ربي يقبل كل عمل يعطيك عمر وعافيه ان شاء الله شكرا لكم خاله حبيبتي شكرا لانه سمحتي لي اخذ من وقتي حبيبتي وربي يحفظكم ان شاء الله هاي زيارات تتكرر رحم الله حق الامامين الكاظمين شكرا حبيبتي يعطيك عمر وعافيه ان شاء الله شكرا جزيلا حبيبتي شكرا. اذا مشاهدينا الكرام ما زلنا مستمرين واياكم في برنامج ضيوف الجوادين. روضة تحرسها عين السماء هبطت فيها قلوب الأنبياء وإذا ما المرء أفضل الدعاء سوف يأتيه من الله نداء ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك أنت في الفردوس لا ذات العماد هذه جنة موسى والجواد. ما زلنا مستمرين وإياكم مشاهدين الكرام في برنامج ضيوف الجوادين وبرنامج ضيوف الجوادين لا يقتصر على الضيوف الوافدين من داخل العراق إنما حتى من خارج العراق يكون لهم نصيب في هذا البرنامج ومعي مجموعة من الوجوه الطيبة من الزوار الوافدين من السعودية أهلا ومرحبا بكم جميعا وتقبل الله زيارتكم وإن شاء الله العودة لكم. اسمحي لي ابدي بالاخوات من بعدها ارجع لك ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا اهلا. تقبل الله زيارتكم. منه من صالح الاعمال. عرف بجنابكم الكريم. ام علي من السعوديه. نعم. وافده الى سيدي ومولاي ابا عبد الله الحسين. سلام الله على الحسين. وحن صار لنا مده اخر محطه الامامين الكاظميين. صار لك ايش قد من جايه لبغداد؟ تقريبا بنكمل الشهر. نعم. من بداية شهر صفر؟ 10 صفر. ما شاء الله. زرتوا كل المشاهد المقدسة؟ كل المشاهد زرناهم كلهم العسكريين وأبا عبد الله الحسين. سلام الله على أبا عبد الله. كربلاء النجف سامر بتنا فيه ليلة. ما شاء والقادم الله. إن شاء الله تصير آخر سفراتنا. بعدها العودة إن شاء الله. العودة إلى السعودية. إن شاء الله طريق العودة. بالسلامة وإن شاء الله ترجعون إن شاء الله لهذه الزيارة وتتكرر هذه الزيارات. الله لا يحرمنا من زيارة الأربعين. آمين يا رب العالمين. شنو مشاعركم من دخلتي حرم الإمام الحسين أو سائر الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام اللي توجهتي إلهم بالزيارة؟ مشاعر لا توصف. نعم. يعني جنة الله في أرضها وين كربلاء. سلام الله على يعني الحسين. العراق كلها جنة الله في أرضها. كل محل تروحين إلى أئمة الطاهرين. نعم. وكلهم اولاد الزهره يعني مشاعر لا توصف وفراقهم علينا صعب لو نقعد سنه فراقهم صعب. هنيئا لكم. رحتي زياره الأربعين الامام الحسين ايه. سلام الله عليه كل سنة. شاركتي في المشي؟ ايه. نعم. شنو شفتي من اجواء؟ شنو الصوره اللي بقت ببالك وما تقدرين تنسيها؟ مستحيل انساها ضيافه اهل العراق كرمهم كلامهم الطيب
استقبال الزوار ابا عبد الله الحسين سلام الله على الحسين، يعني معاجز احنا نواسي زينب سلام الله عليها في جيتنا ونواسي صاحب العصر والزمان عجل الله وكان صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه سهل الله مخرجه وجعلنا من انصاره واعوانه يمشي مع زوار ابا عبد الله الحسين. نعم اكيد فهو في كل مكان. نقول في هذه اللحظه السلام عليك يا صاحب الزمان في كل زمان ومكان، ان شاء الله الفرج العاجل والقريب لمولانا صاحب الزمان لكي يملا الارض قسطا وعدلا بعد ما مر ظلما وجورا ان شاء الله. هذا الكرم اللي تحدثت عنه، هذا الكرم اللي تعلمناه من اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام، كيف كانوا يستقبلون الضيف، كيف كانوا يعطون للفقراء، كيف كانوا يتسامحون فيما بينهم، هذا كله تعلمناه من اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام. اسال الله لكم ان شاء الله العوده مره اخرى وان شاء الله دائما هذه الزيارات تتكرر. الله لا يحرمنا من زياره، ما يحرمكم ان شاء الله. كل زياره لها معنى، لكن زياره الأربعين لها معنى واجد للموالي والشيعي. نعم لانه يواسي السيده زينب سلام الله عليه في المشي رجعت على أبا عبد الله الحسين. إلهي يرجعنا السنة وكل سنة بحق محمد وآل محمد. بحق محمد وآل محمد. إن شاء الله المؤمنين والمؤمنات شيعة أبا الحسن واللي ما جي إن شاء الله الله يبلغ الوصول والحصول ونشوف هذه المناظر الطيبة إن شاء الله. هنالك كثير من الناس الطيبة أنهم بلغ من يعني كل مشاهدين الكرام أكيد في قلوبهم الحرة هي ألما يعني اليوم يتمنون هذه الزيارة، لكن هنالك كثير من الناس الطيبة اللي في زيارة أربعين الحسين تبرعت أن تزور بالإنابة عن كل شخص ما يحالف الحظ ويأتي إلى هذه الزيارة. لذلك كثير من الناس الطيبة اللي تبرعت في هذه، يعني احنا شاركنا في المشي في خطوات في المشي في الدعاء لهم كل اللي ما جاء. إن شاء الله دائما هذه الزيارات تتكرر. الله لا يحرمنا من طرفة عين، الله لا يحرمنا من آل بيت محمد طرفة كل محب لمحمد وآل محمد إن شاء الله الزيارة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أتعرف بجنابكم الكريم. فاطمة معتوق عبد الله الدهنين. اهلا وسهلا بك. من السعوديه ايضا؟ اي من السعوديه. نفس الحمله لو انت مختلفه يعني؟ لا نفس الحمله. هنيئا لكم. همينا انتم صار لكم فتره، تقدرين تحكي لنا عن مشاعرك لما دخلتي مرقد الامام الحسين سلام الله يوم عليه؟ يوم اللي دخلت باعتبار انه انتم اول مرقد زرتوه الامام الحسين سلام الله عليه. الحمد لله دخلت حيل حيل استانست وفرحت حيل، بخاطري كل حلم ان انا اروح عند الامام الحسين ازوره كذا، بس الحمد لله انه ما قصروا اهل البيت. الحمد لله انه رحت يعني وجيت وزرتها. هنيئا لكم. اشوف في داخلك حسره يعني هذه الفرح بسبب الفرح انه تزورين مراقد اهل البيت سلام الله عليهم ان شاء الله العوده. الله كريم ان شاء الله. هذه اول زياره لك؟ لا والله مو باول زياره. نعم. رابع زياره او خامس زياره كذا. ان شاء الله دائما تتكرر هذه الزياره. الله كريم ان شاء الله. اليوم شنو تحبين تدعين لكل الناس اللي تتابعنا عبر شاشه قناه كربلاء؟ ادعيهم من قلدني دعوه زياره ان الله يوفقهم ويوفق عيالهم ويبلغهم الزياره ان شاء الله. ان شاء الله. اليوم شنو الصوره اللي راح تنقليها من ترجعين للسعوديه عن العراق والعراقيين؟ شلون شفتي تعاملهم وياك؟ شلون شفتي الناس يعني استقبالهم؟ الحمد لله والله زينين وكذا. الحمد لله ان شاء الله ربي العوده لكم مره كريم. اخرى بحق الامام الحسين سلام الله عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتعرف بجنابكم الكريم. فاطمه حسن البو علي. اهلا وسهلا بك. من السعوديه؟ ايه. نفس الحمله؟ ايه. ما شاء الله، اذا انتم كلكم مجموعه واحده. ايه. والتقينا بكم طريق الصدفه. ايه. اذا هذا همينا توفيق من رب العالمين انه انتم في مراقد اهل البيت سلام الله عليهم وتظهرون في شاشه الامام الحسين سلام الله عليه. نعم الحمد لله على كل حال. الحمد لله. شنو مشاعركم من دخلتي مرقد الامامين الكاظمين عليهم افضل الصلاه والسلام؟ لا يوصف صراحه. لاول مره اجي له، كل مره ذيك المره ما جيت. نعم. جيت هالمره. هاي اول مره انت تجي للزياره؟ ما جايه قبل؟ جيت من قبل بس ما جيت الكاظمين. ها. اول مره اجي فيه. للامامين الكاظمين سلام الله عليهم. من 8 سنوات اجي اول مره. هنيئا لكم. اشوف بداخلك دموع. اشوف بعيونك دموع. أيوة. هذه دموع المحبه الفرحه شعور لا يوصف صراحه. انا شفت المرقدين الشريفين الحمد لله لنا الشرف والله. هنيئا لكم ان شاء الله ربي لا يحرمكم ان شاء الله من هذه الزياره ان شاء الله. نعم. من تشتاقون للائمه الاطهار عليهم افضل الصلاه والسلام وانتم بالسعوديه كيف تملون هذا الشو؟ نروح الحسنيه. نعم. نروح نسمع الحسنيه ونجي نذكر مصائب اهل البيت في الحسنيه.
سلام الله عليهم. إذا الإنسان يعني من يشتاق لأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يتوجه لهم بالزيارة. الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول يعني لكل شخص يعني يتمنى زيارة الإمام الحسين ولم يستطيع المجيء يصعد إلى سطح داره ويسلم على الإمام الحسين 3 مرات ويقول صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. وهو كريم ابن الكرام يرد السلام وإن كان من بعيد، كذلك أهل البيت جميعا عليهم أفضل الصلاة والسلام يردون السلام وإن كان من بعيد. حتى عندما نقرأ في زيارة الإمام الكاظم سلام الله عليه أشهد أنك ترى مكاني وتسمع كلامي وترد سلامي وتفهم لذيذ مناجاتي. نعم، نحن عندما نأتي ونزور ونتمسك ونسلم عليهم وإن كان هذا السلام من بعيد، فإنهم الكرام أولاد الكرام وآبائهم الكرام يردون هذا السلام وإن كان من بعيد. اليوم الصورة اللي حنقليها إن شاء الله للسعودية عن المراقد الطاهرة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، راح يقولوا لك شلون شفتي المشاهد المقدسة، شلون شفتي الزيارة، شنو راح تقولي لهم؟ تجنن، شعور لا يوصف. إن شاء الله الله يكتب إخواني وأخواتي نسوان إخواني كلهم يجون يشوفون هالمراقد إن شاء الله. شنو تدعي لهم إن شاء الله اليوم عبر شاشة قناة كربلاء الفضائية؟ إن شاء الله السنة الجاية يجون يشوفون كل المراقد الشريفة إن شاء الله. شكرا لكم وشكرا لتواجدكم ويانا في هذه الحلقة، وإحنا آسفين يمكن أخذنا من وقتكم. إن شاء الله ربي إن شاء الله يكتب لكم العودة. نحن نطلع في قناة كربلاء نعم وننقل مشاعرنا إلى المؤمنين والمؤمنات إن شاء الله، العودة ثم العودة إن شاء الله. شنو تحبين توجهين دعاء اليوم لكل أهلك بالسعودية اللي ما حالفهم الحظ المجيء؟ الله يوفقهم إن شاء الله إلى مجيء إلى هذا المراقد الطيبة، إلى هالأنظار. يعني إحنا كل من شفنا شيء نقول نطلب لهم أن الله يرزقهم هذه الزيارة الأربعين إن شاء الله. ربي يوفقكم يا الله، وإن شاء الله العودة سالمين غانمين إن شاء الله إلى بلدكم. ولا مفقودين بحق محمد وآل محمد وآل محمد إن شاء الله العودة إن شاء الله كل سنة، وأهلا وسهلا بكم في بلدكم الثاني إن شاء الله. الله يعطيكم الصحة ويعطي قناة كربلاء. شكرا لكم إن شاء الله بالتوفيق إليكم. التوفيق للجميع بحق محمد وآل محمد، وهذا واجبنا إن شاء الله. شكرا لكم. إذن مشاهدين الكرام ما زلنا مستمرين وإياكم في برنامج ضيوف الجوادين، لكن ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. روضة زينها رب رؤوف، دانيات للملا فيها القطوف، أنبياء الله تأتيها صفوف، وبها الأملاك تسعى وتطوف. صنت يا زائر قدرك ورفعنا لك ذكرك، زرت روضا زينت فيها البلاد، هذه جنة موسى والجواد. ببركة محمد وآل محمد ما زلنا مستمرين وإياكم مشاهدين الكرام في برنامج ضيوف الجوادين، ومعي مجموعة من ضيوف الإمامين الكاظمين عليهما أفضل الصلاة والسلام. سلام عليكم جميعا. عليكم السلام. تقبل الله أعمالكم وزيارتكم إن شاء الله. اسمحوا لي أبدي بالأخذ من بعدها أرجع لكم إن شاء الله. السلام عليكم خالص. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زيارة مقبولة، قبل أعمالكم إن شاء الله وقبل الطاعات إن شاء الله للجميع. اتعرفوا بجنابكم الكريم. أنا صباح عيسى هادي. أهلا وسهلا بك. أهلا بيك حبيبتي. من وين خالص؟ أنا من بغداد من السيدية. أهلا وسهلا بيك حبيبتي بالسيدية. حبيبة قلبي. خالص كلش قد يعني تجين لزيارة الإمام؟ والله يا سبحان الله صادفة البارحة جينا واليوم هم إجينا. ما شاء الله. اي والله، وجينا عندنا مهمات هوايه، والقاضي الحاجات موسى بن جعفر سلام الله، وان شاء الله ببركه الامام موسى بن جعفر ومحمد الجواد الحوائج مقضيه ان شاء الله. ان شاء الله فهم ابواب الله، ابواب وهم الله يعني وسيله الى الله سبحانه وتعالى. فان شاء الله بجاههم عند الله سبحانه وتعالى تقضى الحوائج وتشفى المرضى ان شاء الله، وتزيل هاي الغمه عن الامه سبحانه وتعالى، وفائده وصلاح لكم ان شاء الله. ان شاء الله حبيبتي ان شاء الله.
خالة يعني أنت تجيبين أولادكم أحفادكم للزيارة؟ والله دائماً لو تجين وحدكم؟ لا نجي دائماً عوائل ونجي دائماً أولادنا وأحفادنا والحمد لله والشكر. إحنا بدون انقطاع يعني للزيارات من محبين أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. شنو تحسين من تخرجين من زيارة الإمامين الكاظمين عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ بالانشراح وأحس بالراحة النفسية والرحمة، وأحس كأنما يعني الحوائج كأنما مقضية إن شاء الله إن شاء الله. يعني هاي الراحة النفسية ما إلها شعور يعني أحس بيها. نعم الحمد لله والشكر الحمد لله. إن شاء الله دائما هذه الراحة إن شاء الله النفسية. الراحة النفسية والإنسان مجرد أنه يدخل لهذه الأرض المباركة إن شاء الله. الطيبة أرض الإمامين الجوادين وسائر الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام إن شاء الله، كأنما ينتقل من عالم إلى عالم آخر إن شاء الله. هذه الدنيا عالم روحاني والفوضى. والملائكة يعني إحنا قاعدين ونحس الملائكة يعني ويانا كأنما يعني يا سبحان الله الحمد لله الحمد لله والشكر إن شاء الله على هاي النعمة يعني نسأل نعمة الله أنه ما يحرمنا من هذه النعمة إن شاء الله نسأل الله. لا يحرمنا من هذه النعمة وتكون الزيارات العالم. متواصلة وإن شاء الله يحفظ الكادر ويحفظ كل اللي يقومون بهاي الأعمال اللي خيرية زينة واللي مثل ما يقولون تشرح النفوس حبيبتي. إن شاء الله ربي يوفق الجميع إن شاء الله، وهذا واجبنا إن شاء الله. اسمحي لي أتعرف بالخواتم بعدها أرجع لكم إن شاء الله. السلام عليكم خالة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زيارة مقبولة الله يوم. الله يسلمك حبيبتي. تعرف بجنابكم الكريم. اسمي إيمان. أهلا نعم. وسهلا بك. من وين خالة؟ من بغداد. من بغداد. نعم. الله يسلمك. خالة كلش قد تجين للزيارة؟ تجين يعني بالأسبوعية شهرية يعني كل شهرين؟ والله مثلا كل أسبوع أنا أجي هناية. ما شاء الله. الله يسلمك عمرك. شنو سبب جيتك خالة كل أسبوع؟ أنت ذكرتين قلتي يعني كل أسبوع أجي للزيارة. نعم. شنو السبب؟ سبب لحاجة من حوائج الدنيا أم يعني تطلبين الشفاعة والمغفرة من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بالآخر؟ نعم حبا واشتياقا لأهل البيت عليهم أفضل الله الصلاة والسلام اللي هم حبنا إلى الله سبحانه وتعالى، لولا هم لاهتدينا على طريق الإسلام. أحسنت. نعم هم حبنا إلى الله سبحانه وتعالى وشفعاءنا عند الله. نعم. ما خاب من تمسك بهم. أحسنتي. وأمن من لجأ إليهم. أحسنتي. نعم. عندك أحفاد؟ نعم الحمد لله. تجيبيهم وياك للزيارة؟ أجيبهم إيه. شو تخليهم يقضون الوقت داخل الإمام؟ يعني يبقون يلعبون مع الأولاد الباقين؟ لو تعرفيهم بالإمام تعلميهم من قراءة الزيارة؟ والله أعرفهم بالإمام. نعم. وأعلم على قراءة الكتب. أحسنت. الدينية نعم. وكل ما يعني هو جيد أعلم عليه إن شاء الله. كل حوائجكم مقضية الله وإن شاء الله العودة دائما في هذه الزيارات إن وإن شاء الله تتكرر ولا يحرمنا وإياكم من زيارة المراقب الله يسلمك أهل البيت عليهم اللي هم حبنا إلى الله إن شاء الله. نعم. هم شفعاءنا عند الله هم أطبائنا. نعم أحسنتي. نعم. هو هنا يعني تستقر الأرواح هنا. نعم. راحة نفسية هنا راحة. قضاء الحوائج. نعم. هنا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر. نعم. ببركة الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعم. سلام الله عليهم. السلام عليكم خالة. عليكم السلام. أتعرف بجنابكم الكريم يوم. أم زينة. اهلا وسهلا بيكم زينه. خاله انت وياهم نفس المجموعه لو انت من غير منطقه؟ اجيت لقيتهم يعني هنا الحجيه. نعم. والحجيه الثانيه. نعم. يحكون بالدين وبالهذا كيفت جيت وقعدت يمهم ما شاء الله. اخذت معلومات من عندهم. اخذت معلومات من عندهم. زياره وهمين ترابط اجتماعي في نعم ما بيننا. نعم. وبين نعم الزوار الباقين. نعم داخل نعم مرقد الأئمة. نعم. افتريت بالصحان الى ان لقيتهم. نعم. اي قعدت يمهم و حضرتك جيتي عاد انت. اهلا وسهلا بكم. اهلا بك الله يسلمك. خاله كلش قد انت تجين للزياره؟ والله انا بالمناسبات ما اجي، احنا نعم قريبين على الكاظميه. من اهالي الكاظميه. نعم. اي بالمناسبات ما اجي، لان نعم شني اقول خطيه ذولاك بالمحافظات وهذا ما يحصلون زياره. احسن. فاخليها شويه تخف ونجي، هسه نعم اجينا انا والحجي هسه قبل ربع ساعه اجينا. أي. أحسنتي. أي. بارك الله. أقول أخليهم مرات من أشوف مثل الزحام وهذا إذا أجي أبتعد. نعم. أبتعد أقول خطية ذولا. أحسنتي. أي. الحمد لله والشكر. الأولاد هم تجيبيهم هنا داخل المرقد؟ والله كل من يجي هو ويعني هو وأولاده وأولاده وزوجته وهذا. نعم. يجون. أي. شنو تشعرين من تشاهدين القباب الطاهرة؟ الحمد لله والشكر أحس يعني بشون الأمان والصدر هيك ينفتح. أنا كنت ضايجة بالبيت. نعم. جيت هنا نسيت الأول والتالي.
الحمد لله والشكر. الحمد لله ان شاء الله دائما هذه الراحه. الحمد لله والشكر والراحه والاطمئنان هنا. هنيئا لكم. بدي هسه ابقى يعني ابقى ما اروح بس. نعم. عاي مشاغل هوايه ان شاء الله دائما تتكرر هذه الزياره دائما يعني من اشوف شويه اجي مثل لابو الجوادين سلام الله عليهم. الحمد لله. حجيه اليوم احنا عند المرقد الطاهر للامامين الجوادين سلام الله عليهم، بماذا نعاهد الامام عندما نخرج من هذه الزياره ونزور ونصلي ونتوسل بالامام؟ ماذا نعاهد الامام عند الخروج؟ حبيبتي نعاهد الامام بالطاعه والالتزام بالمسائل الدينيه والشرعيه. نعم. والحفاظ على النظام والنظافة والدين مثل ما يقولون واحد الأشياء اللي الأخلاق أهم شيء، وإن شاء الله نشوف الناس تستجيب من تجين. هسه قعدنا إحنا والأخوات وحكينا بموضوع وهاي، وإن شاء الله مثلنا ومثل أمثال غيرنا يعني يتوجهون لهذا الشيء ويقعدون يعني جلسات حلوة يعني توجيه. إذا المرء حلوة هذه الجلسات اليوم الجلسات مثل ما شفتك أنت والأخوات الكريمات حبيبتي الله يحفظهم، إيه أنه جالسين تتحدثون أي مسائل عن المسائل الشرعية يعني هسه أبسط شيء القرآنية سورة الحمد يعني إحنا شفت هواية بالمشاية يعني قاعدين منظمات ومخلين يعني مجموعة. نعم. يعني رجال حلو. نعم. اقرأ سورة الحمد سورة القل يعني أكثرهم ما يعرفون يجيدوها قراءة صحيحة. أحسنت. يعني قل يا أيها الكافرون أنا هواية أشوفهم يعني رجال ونساء ما يقرون هاي السورة يعني صحيحة. قل يا أيها الكافرون يعني مرات من نقراها يعني يفرحون اكو ناس هيك توجههم يقولون نلتقي بهيك ناس يعني يوجهوننا على هالقراءه الصحيحه. اي صحيح. أيوة يعني إنشاء. هذا اهم هذا واجبنا يعني وان شاء الله يعني هذه يعني من الجميل جدا انه الانسان يعرف معلومه او يعرف شيء معين يعلم عفية. اخوه المؤمن والعلم يعني. بالتعلم احنا يعني انت الاحسن حبيبتي وان شاء الله ان شاء الله الناس تكون يعني متوجهه للطريق الصحيح وان شاء الله يقتدون باهل البيت. احسنت بارك الله بكم ان شاء الله ربي يرزقكم الزياره مره ثانيه وشكرا لكم ونعتذر انه احنا اخذنا من وقت لا لا بالعكس هذا واجبنا بالعكس ان شاء الله. شكرا شكرا لكم ربي يحفظ. لقاءات اخرى يعني يا ريت تتكرر هذه اللقاءات حتى تصير توجيه للناس الاخرين ان شاء الله. ان شاء الله ربي ان شاء الله يوفقكم. شكرا لكم من نفع الناس حبيبي. شكرا لكم وهذا واجبنا ان شاء الله. مشاهدينا الكرام جاء اعرابي الى النبي محمد صلى الله عليه واله فقال له يا محمد اعرض علي الاسلام. فقال النبي الرحمة والإنسانية محمد صلى الله عليه وآله تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقال الرجل تسألني عليه أجرا؟ فقال النبي صلى الله عليه لا إلا المودة في القربة. فقال الرجل قرباي أم قرباك؟ فقال النبي محمد صلى الله عليه وآله قرباي. فقال الرجل أبايعك فعلى من يحبك ولا يحب قرباك لعنة الله. مشاهدين الكرام نسأل الله دائما وأبدا أن نكون متمسكين بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فهم الحبل وهم الواسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. ويقول الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام رضا الله رضانا أهل البيت. وببركة محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام ما زلنا مستمرين وإياكم مشاهدين الكرام في برنامج ضيوف الجوادين. مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لكرم المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كظم الغيظ سلاما يا إمام، كل يوم لك من رب الأنام، كل يوم لك تعلو قبة لمعاليها مراسيم تقام.